موظفي السجن المحلي تفلت واحد على غرار بقية موظفي مختلف مؤسسات سجنية تحتفلوا بالذكرى التأسيسية 14 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وهي هذه المحطة هذه المناسبة هذه تعتبر محطة لاستحضار مختلف الإنجازات على صعيد تسيير المؤسسات السجنية، وكذلك تعتبر محطة للوقوف على ما إخفاء على الصعوبات التي تعترضنا في العمل اليومي ديالنا من أجل إيجاد حلول وابتكار وأساليب وحلول متطورة لتفادي المس بسلامة وأمن المؤسسات الأشخاص والمؤسسات السجنية بصفة عامة. وهي كذلك مناسبة بل عيد وطني لجميع موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وهي كذلك مناسبة نستحضر فيها ما تحقق منذ تأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 29/4/2008. نزيد بأنه تم تحقيق طفرة نوعية على مستوى تحسين ظروف إيواء السجناء وأنسنة الفضاء السجني، بحيث تم إنشاء مؤسسات جديدة بمواصفات عصرية عالمية تستجيب لمتطلبات العمل داخل الفضاء السجني ولتهيئ السجناء قصد إعادة تدميجهم بعد إدماجهم بعد الإفراج عنهم. وكما تم ترميم سجون قديمة وبناء أخرى جديدة للرفع من الطاقة الاستيعابية ومن الحيز المخصص لكل سجين. كما تم تحقيق طفرة نوعية على مستوى تغذية السجناء، وذلك بتفويض تغذيتهم لشركات خاصة بمواصفات عالية الجودة، مكنت من الرفع من السعرات الحرارية المخصصة للسجناء حفاظا على صحتهم. وكما تم السجون الجديدة تم إحداث بها مصحات عصرية على غرار ما هو متواجد خارج المؤسسات السجنية، تستجيب لكل تطلعات السجناء والإدارة فيما يخص الجانب الصحي للسجناء. كما تم توظيف أطباء وأطباء متخصصين وأخصائيين في أطباء أسنان وأخصائيين نفسيين وممرضين متكونين خريجي مدارس تكوين الممرضين. فيما يخص جانب الموظفين، المندوبية العامة دائما تسعى إلى تحسين الوضعية ديال الموظفين من أجل تحفيزهم على العطاء وبذل مجهودات أكثر بغية الرقي بالخدمات المقدمة للسجناء. ومن هنا فخصصت جمعية التكافل الاجتماعي لجميع الموظفين منح خاصة بعيد الأضحى، ومنح خاصة بعيد الفطر، ومنح خاصة بالدخول المدرسي، منح تتجلى في قروض بدون فائدة يصل قدرها 100,000 درهم. كما تم اقتناء سكن رئيسي لأرامل الموظفين
بقيمة 250 ألف درهم، بحيث استفاد هذه السنة 10 أرامل، من وهذا شيء قل نظيره بموازاة مع قطاعات أخرى. كل هذا يندرج في إطار خلق جو ديال التحفيز وديال التشجيع لدى أوساط الموظفين، كما وهي كذلك مناسبة نؤكد وتؤكد المندوبية من خلالها على مواصلة الانفتاح ديالها على المستوى على محيطها الخارجي، على المستوى المحلي والجهوي والوطني والدولي، وعلى فعالية المجتمع المدني، من أجل مواصلة السياسة ديال التنسيق وديال التشارك، من أجل تهيئ ديال السجناء قصد إعادة إدماجهم أشخاص صالحين مزودين بمعارف ومدارك تؤهلهم لولوج سوق الشغل والحصول على موارد العيش الكريم بعد الإفراج عليهم.